زين، سويت كليبات بالفترة الأخيرة، كليبس طلعت بي حلو بروفيشنال يعني احترافي. كليب أي أغنية كان اللي على الماطور؟ على الماطور تحياتنا الحبيب حسام الدين. أنت وقعت ويا شركة الملحن انفسخت العقد. أول شيء شلون وقعت؟ شلون تواصلوا وياك لو أنت تواصلت؟ والله وقعت يعني هم قالوا نهديك أغنية وكذا. منو حسام الدين؟ إي ما قصر الرجال خلف الله عليه، إدانا الأغنية سجلناها وكذا وتعاقدنا، صار واحد تعاقدت أنا. تعاقدت كم سنة؟ 5 سنوات. أوكي، وش قد الشرط الجزائي كان؟ ماكو شرط جزائي. بدون شرط جزائي. زين، شنو يتضمن العقد؟ إنه يصوروا لك أغاني مستمرة؟ يصوروا كله عليهم وحفلات. زين. وأنا أبقى نفس الشغل كله، بس ألتزم وياهم يعني. شنو يعني تلتزم وياهم؟ يعني لا تروح كذا فلان، لا تروح كذا قهوة قليل يعني. لا تفتر بالشارع هواي. لا تحرق نفسك. يردون يحافظون صورة النجم. اي يردون يحافظون علي، انا ما اقدر، انا اليوم اذا ما قد يمك ويم هنا وهنا. زين، شلون اجى قرارك ورش قد انه قررت تفسخ وياهم؟ مو رحت للبصرة يعني. ناس قروا براسك؟ لا ابد. لا بس هو الرجال اللي اتفقت وياه يوم واحد، انا ظليت 10 ايام هناك اشتغل. فما قبل. اي ما قبل. ضاج منك؟ صار عصبي يعني؟ لا هو ضاج منه، هو يحبني. يدور لي الزين الرجال. بس انا قلت لك ما اقدر يعني الشغل هنا اللي ببالي اسويه. فشنو قلت له؟ قلت له اريد نفسك و... قلت له انا بدي اعيش اخذ راحتي اعيش. ايش قال لك؟ قلت انا ما يعني جابرك وكذا يعني. انا عايبك براحتك، بس ما يدي اذيتك يعني، ما يدك تحرق نفسك بالشارع. سم صحت شيء يمكن. اي كله صح، كله الفايده دور فايده لي. وانت ما حبيت تستمر؟ اي انا احب اخذ راحتي. وما قرر اليوم يعني توقع ويا غير شركه؟ لا ما وقع نهائيا. نعم. شركات الانتاج الكبيره ايش ما تتواصل وياك؟ الريماس، الحنين، دار البيضاء، غيرها. حج ما اعرف اني هم يوصلوا لك كذا. انت ما احب، انا ما اعرف اصلا يعني بهاي السوالف احتك. ما اعرف. بس لازم الفنان يتطور سعدون. ان شاء الله يعني لازم تطور نفسك ان شاء الله يعني.